هنفضل مخبيين على عبد الله لحد امتى؟ اياك يعرف. خير يا سكرين؟ عبد الله نسي حاجة؟ لا يا خالتي، عبد الله مشي خلاص. أنا بس كنت عاوز نادي. عاوزها في إيه يا سكرين؟ يعني عاوزها في حاجة كده. ماشي، هصحيها لك. اقفل الباب وراك وادخل. نادي يا نادي يا بيت، البيت ما بتردش. ثواني كده يا خالتي. ناتي افتحي يا ناتي. ناتي افتحي، اكسر الباب يا سكرين. ناديه بنتي، لو النبي يا رب، لو النبي يا رب، حياة حبيبك النبي ما تقول علي عليها يا رب. يا ما قلنا ان شاء الله هتبقى كويسه. سكرين، اوعى تكون يا اخويا كلمت اخوها وقلت له حاجه. لا يا خالتي، طمنا يا دكتور والنبي. ادعوا لها ربنا يغفر لها ذنبها ويسامحها. لا لا اطمنوا، ربنا يغفر لها ذنبها على الجنين اللي مات بسبب محاولة انتحارها ونزفها. جنين؟ جنين ايه؟ يعني هي سليمة يا ابني؟ طمني يا حاجة، كانت سليمة. احنا وقفنا النزيف وعملنا لها نقل دم وفاقت الحمد لله. الحمد لله. انت بقى جوزها؟ يعني جوزي. انا المفروض اعمل محضر باللي حصل، بس عشان ما يبقاش موت وخراب ديار، أنا هكتفي بس بذكر حالة الجهاد في التقرير. وأنت بلطف معاها شوية، ما تخليهاش تفكر في الانتحار تاني. قد أخف من قضى يا ابني، ربنا ما يرميك في ضيقة يا دكتور. بعد إذنك. سكرين. تلاقيش يا فادي. تلاقيش يا خالتي. أنا اللي عاوزكوا يا وسطي. أخوها لو عارف يبقى الاتنين ضاعوا مني. أنا طول عمري في ظهركم يا خالتي. حكيت الوقت وهريكم، ربنا بس يقومها بالسلامة.